بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا معالي الرئيس. أنا أولا أضم صوتي لصوت صوت زملائي في كتلة التقدم، نائب عبد النبي سلمان ونائب سيد فلاح هاشم، حقي رفقانا. نفتخر. عموما النقطة اللي بيركز عليها إنه إذا كان في هناك ثلاث اقتراحات حسب ما فهم، اقتراحين مضمومين لبعض، واقتراح زميلنا رفيقنا سيد فلاح، أتمنى من مكتب المجلس أو الرئاسة أن تتحرك في البحث عن هذا الاقتراح الضايع وتضمهم لبعض وتجيب لنا إياه في اقتراح واحد عشان صوت عليه. المضيع، أنا أقول ضايع، ما أحط في ضايع. لو سمحت خلي كلامك معي ساعتين.